جولة الرابعة وآخر التطورات الميدانية في سوريا، أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع أبرز عناوينها. بعد تحرير قرية وجبل دورين، ثوار اللاذقية يقصفون معاقل النظام في المناطق الموالية. هجوم مباغت على حواجز النظام بريف حما الشمالي، ومشافي المدينة تمتلئ بالقتلى والجرحى. تنظيم الدولة يسيطر على حاجز سد حنورة في الفرقلص بريف حمص بعد استهدافه بسيارة مفخخة. أطباء بلا حدود تتهم النظام بقتل 600 طبيب في سوريا، وهيئة عرسال الطبية تتوقف عن العمل. نبدأ جولتنا من اللاذقية، حيث سيطر الثوار على قرية دورين بالكامل، كما فرضوا سيطرتهم على نصف جبل دورين، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة بين الطرفين في محيط الجبل. إلى ذلك استهدف الثوار بصواريخ الجراد مقرات قوات النظام وشبيحته في مدينتي اللاذقية وصلنفة، إضافة إلى قرى أوبين وأبو مكة وعرامو والحنبوشية الموالية. المزيد في سياق التقرير التالي. قنبلة ضوئية أخرى في سماء منطقة الاشتباك تلقيها قوات النظام بغية تكشف مواقع المقاتلين الثوار الذين سيطروا على دورين. بدأ الاشتباكات في دورين وجبل دورين. طبعا أعلن الثوار قبل ساعة من الآن أن دورين منطقة محررة وسيطروا عليها بالكامل قبل قليل. الاشتباكات الآن في جبل دورين. قبل قليل قوات النظام استعملت القنابل المضيئة في سلمى ومحيطها، استعملت القنابل المضيئة في محيط منطقة الاشتباك. عسى أن تسيطر، عسى أن تستلم زمام المبادرة مرة أخرى، ولكن الآن زمام المبادرة بيد الثوار. طبعا الاقتحام شنته جبهة النصرة وأحرار الشام وكتائب التوحيد أو لواء التوحيد والفرقة الأولى الساحلية وأنصار الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. تمكن المجاهدون وثوار الساحل السوري من اقتحام بلدة دورين وبإذن الله باتجاه الجبال دورين. نأمل من الله الثبات. الفصائل المشاركة بإذن الله هم الفصائل الموجودة في الساحل، جبهة النصرة، أنصار الشام، أحرار الشام، الفرقة الأولى الساحلية. أخوي تم وبعون الله اقتحام قرية دورين، وتم أسر منهم 6 نصيرية، وبإذن الله جايينهم وعم نغطي هلا على الشباب عدل عندنا بشعية والرشاشات الثقيلة في جبل دورين، وبإذن الله وقفناهم كلياتهم واقتحمناهم بإذن الله. هلا عم نغطي عليهم والشباب بحتهم بحت وبإذن الله ما عم يعلوا راسهم. بعد أن أعلن الثوار سيطرتهم على قرية دورين تنتقل الاشتباكات إلى قمة دورين أو جبل دورين. قوات النظام استعملت القنابل المضيئة للكشف عن أماكن تمركز الثوار 6 مرات إلى هذه اللحظة. طبعاً الثوار في حالة تقدم، استلموا زمام المبادرة. قوات النظام تحاول بشتى الوسائل أن تستعيد زمام المبادرة، ولكن ضربات الثوار ثابتة الخطى حتى هذه اللحظة. كان معكم من ريف اللاذقية محمد الأشقر، أورينت نيوز. ويبقى معنا محمد الأشقر مراسل أورينت نيوز من ريف اللاذقية وتحديدا من قرية دورين. أولا محمد الحمد لله على سلامتك، ولو تطلعنا أكثر عن حالتك الصحية وحجم الإصابة التي تعرضت لها أثناء تغطيتك للمعارك في دورين.
نعم الله يسلمك زميلة ميرا. طبعا الإصابة بسيطة جدا يعني وما أنا محرزة يعني لنوقف الشغل مشانها. طبعا راح بلش فورا باللي صار امبارح بدورين. طبعا بعد أسبوع كامل من أعنف الاشتباكات التي خاضها الثوار على محاور جبل الأكراد، يوم أمس قبل أمس بدأت عملية جديدة، عملية كر وفر بدأها الثوار في محاور النبي يونس والتلال المحيطة به. طبعا تمكن الثوار أول أمس من تحرير الجلطة وتلة الشيخ محمد ليقتلوا جميع العناصر التي كانت متواجدة هناك، لينسحبوا بعد ذلك دون أي خسائر تذكر، حيث صرح لنا المكتب الإعلامي للفرقة الأولى الساحلية أن خسائر الفرقة صارحة شهيدين فقط، أما خسائر قوات النظام كانت بالعشرات، في حين اغتنموا من تلة الشيخ محمد رشاش من طراز من عيار 23 ميلي. وفي يوم أمس قامت جميع الفصائل المشاركة في الساحل بعملية اقتحام لقرية دورين وجبل دورين، حيث استطاعوا من السيطرة على القرية وقتل جميع عناصر المتواجدة هناك في عملية مباغتة بدأوها عند مغيب شمس يوم أمس، في حين انسحب بعد ذلك. للحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلي نقيب محمد حاج علي العام للفرقة الأولى الساحلية. طبعا هذا الظهور الإعلامي الأول لسيادة النقيب، أهلا وسهلا بك. أهلا فيك أستاذ وأهلا فيك تلفزيون أورينت. ممكن تحدثنا عن اللي صار مبارح؟ الحقيقة قامت جميع الفصائل الموجودة في الساحل السوري بشن هجوم مباغت وهجوم ليلي على مواقع تمركز النظام في قرية دورين وفي جبل دورين، وقاموا بقتل العشرات من جنود النظام، والحمد لله قام العناصر بالانسحاب بأقل الخسائر الممكنة. نعم، لماذا لم تبقوا في جبل دورين وقرية دورين؟ الحقيقة النظام يتبع الآن تكتيك الجيوب النارية، فهو يريد مننا أن نبقى في جبل دورين وقرية دورين حتى يقوم بإيقاع أكبر خسائر ممكنة في صفوف الثوار. نعم. لذلك نحن لجأنا لتغيير التكتيك واتباع تكتيك الإغارة والانسحاب وتكبيد النظام أكبر عدد ممكن الخسائر. لاحظنا وجود كثيف لعناصر حزب الله على دورين وعلى محور جبل دورين. يونس، هناك أقاويل أو تدخل الناشطون نية تسليمها للجيش. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا، قد نعاود الاتصال به لاحقا. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لإكمال ملفات جولة الرابعة، ابقوا معنا. وابحث في آخر الأخبار وأبرز المستجدات، كن أول من يعرف بالخبر فور حدوثه، وشاهد كافة البرامج والتقارير المرئية والمكتوبة عن الشأن السوري، وابق دائما على اتصال عبر بثنا المباشر. حمل تطبيق أورينت نيوز على الآيفون أو الأندرويد أو الآيباد، شاهد وعرف أكثر.
شن الثوار هجوما مباغتا على مواقع قوات النظام في تل ملح بريف حما الغربي، كبدوا خلاله قوات النظام خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ما أجبر قوات النظام على الانسحاب باتجاه قرية الإجملة، فيما أفادت مصادر ميدانية بأن سيارتين تحملان جثث قتلى قوات النظام اتجهتا من تل ملح نحو مدينة محردة بالتزامن مع استهداف الثوار لحاجز دير محردة بصواريخ الجراد وتحقيق إصابات مباشرة، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر النظام عقب اشتعال النيران في الحاجز. حق المقاتل تقوم بدك ميليشيات الأسد. عاد ريف مدينة حماة لتصدر واجهة الأحداث مرة أخرى بعد أن شن الثوار هجوما عنيفا من عدة محاور على حواجز النظام المتمركزة في قرى الجبين وتل ملح وتل الشيخ حديد والحماميات وصولا إلى دير محردة. الهجوم بدأ باستهداف الحواجز بعدة قذائف هاون والمدافع محلية الصنع، تلا ذلك اشتباكات عنيفة تكبرت خلالها قوات النظام خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ما دفع الأخيرة لاستدعاء تعزيزات عسكرية من مدينتي العشارنة والسقيلبية قبل أن يضطروا إلى الانسحاب باتجاه قرية الجملة تحت وطأة ضربات الثوار، الذين استهدفوا أيضا تجمعات النظام في مدينتي محردة والسقيلبية المواليتين بعدد كبير من صواريخ الجراد. وعلى إثر ذلك شنت طائرات النظام الحربية والمروحية غارات عنيفة على محيط أماكن الاشتباكات لتأمين عملية سحب جثث القتلى ومن ثم نقلهم إلى مشفى السقيلبية الذي غص بالقتلى والجرحى بحسب ما أفاد به ناشطون. للمزيد معنا فراس كرم مراسل أورينت نيوز من حماة، والمقدم جميل رعدون قائد تجمع ألوية صقور الغاب من الريحانية. أهلا بكما، أبدأ معك فراس، لو تطلعنا أكثر على تفاصيل حول المعارك الدائرة في تل ملح بالإضافة إلى البلدات المحيطة بها، وهل أرسل النظام أي تعزيزات من الميليشيات الشيعية إلى المنطقة؟ نعم فراس، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع فراس. أنتقل إلى المقدم جميل رعدون قائد تجمع ألوية صقور الغاب. يعني لو تحدثنا أكثر عن الأهمية الاستراتيجية لتل ملح بالنسبة للثوار وبالنسبة أيضا لقوات النظام. أختي الكريمة، طبعا الأهمية في التي يتعمدها النظام في ريف حماة هي لكافة المناطق في ريف حماة، لما هذه البقعة الجغرافية من الأرض حساسية لدى النظام بسبب كثرة القرى الموالية للنظام. عمد النظام على تشكيل خطوط دفاعية لإبعاد ضربات الفصائل الثورية عن القرى الموالية للنظام. قرية تل ملح تحديدا هي قرية واقعة على الأسراد بين أسقيلبية ومدينة محردي، لها أهمية في قطع هذه الإمدادات والتواصلات بين إمدادات النظام المتنقلة ما بين مدينة أسقيلبية ومدينة محردي. نعم. طبعا تم الهجوم على قرية تل ملح والجبين وتلة الظهرة ليلة أمس بداية مساء. تمت بفضله تعالى بسبب صمود وقدرة وشجاعة مقاتلينا جميعا، مقاتلي جميع الفصائل المشاركة في هذا العمل، أدت إلى تقهقر قوات النظام في قرية الجبين وتل ملح وانسحابهم بعد تكبيدهم العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم. نعم. وتم نقلهم كما ذكرت إلى مشافي مدينة سقيلبية ومشافي مدينة محردي. المعلومات التي قدموها لنا أشخاص هم موالين لهذه الفصائل أن مشافي مدينة محردي وسقيلبية تم إغلاقها بوجه المدنيين لاستيعاب جرحى وقتلى النظام نتيجة هذه العمليات.
طيب المقدم جميل، يعني ريف حماة شهد هدوء نسبي والآن عاد من أول وجديد إلى الواجهة مرة أخرى، ما هي الأسباب من وجهة نظرك؟ طبعا الهدوء النسبي هو كان عبارة عن فترة تحضيرات وفترة دراسات واستطلاعات لدراسة مواقع النظام في هذه المنطقة بسبب كثرة وكثافة الحواجز التي عمد عليها النظام لتشكيل شبكة حواجز من الصعب أن يتم اختراقها، حيث لا يمكن القيام بعمل ضد حاجز أو حاجزين على الإطلاق، إنما يتم العمل على عدة حواجز حتى يتم اقتحام أو اختراق أو تدمير حاجز أو حاجزين للنظام. إذن بسبب كثافة الحواجز وإنشاء العديد من المراكز التابعة للنظام التي تقوم بقصف القرى والمدنيين في ريف حماة كاملا، هذه الأمور مجتمعة أدت إلى هدوء جبهة حماة نسبيا، إنما يوميا يوجد هناك اشتباكات ويوجد صد محاولات من قبل النظام للتغلغل أكثر فأكثر لمحاولة فصل الريف الشمالي الحموي عن ريف إدلب الجنوبي. نعم. طيب المقدم جميل رعدون ابقى معنا، يعود وينضم إلينا مرة أخرى فراس كرم مراسل أورينت نيوز. فراس، دعنا في صورة آخر التطورات وما يجري في تل ملح بالإضافة إلى المدن والبلدات المحيطة بها. نعم، في قبل حوالي 5 شهور تمكن النظام من السيطرة على هذه المناطق تحديدا في ريف حماة الغربي على الطريق الوصل بين حماة وإسقلبية. هذه المنطقة هي تعتبر منطقة تماس بين القرى المعارضة أو القرى السائرة مع قوات مع قرى موالية للنظام. هذا الطريق العام يفصل بين مناطق معارضة ومناطق موالية. حاول النظام جاهدا قبل فترة في إيجاد أو في تمركز عدد كبير من النقاط العسكرية وانتشارها في هذه المنطقة بعد معركة كنا قد شاهدناها أو رصدناها استمرت لمدة شهر، استخدم فيها النظام كل أنواع الأسلحة وكانت تركزت هذه الأسلحة باستهدافها على المدنيين ما أجبر الجيش الحر على التراجع. بعد ذلك تقدمت قوات النظام وأنشأت درعا عسكريا في وجه قوات الجيش الحر امتدادا حتى وصولا الى مورك. في البارحه مساء تمكن الثوار من الوصول الى هذه اقتراب من هذه الحواجز التي تمركزت مؤخرا واستهدافها بكل انواع الاسلحه. بدات المعركه مع بدايه ساعات المساء في البارحه لمده حوالي 5 ساعات وكانت خسائر فادحه تكبدتها قوات النظام خلال في هذه النقاط، واهمها هي قريه تل ملح او حاجزين لتل ملح، الحاجز الرئيسي وايضا حاجز المدرسه الظهره. تم تدمير دبابه على ايدي قوات الجيش الحر 62 بالاضافه الى مقتل عدد من العسكريين في تل ملح، بالاضافه الى استهداف قوات النظام المتمركزه على حاجز تل الحماميات. حقيقه في البارحه كنا قد سمعنا او رصدنا بعض المكالمات لقوات النظام تطالب تناشد قياده العمليات العسكريه في تقديم الدعم او المؤازره، وكانت ايضا سيارات الاسعاف كانت تتوالى او تتوارد على منطقه الاشتباك التابعه للنظام وتنقل الجرحى الى مشافي حرده واسقلبيه. كانت في البارحه حقيقه كانت معركه حقيقيه او كانت معركه عسكريه شاركت فيها كل انواع الاسلحه لدى قوات الجيش الحر وايضا قوات النظام. ايضا هناك استشهد اكثر من 6 شهداء بين صفوف قوات الجيش الحر. نعم. طيب فراس، يعني هل لديك تفاصيل أو حصيلة واضحة لخسائر النظام والميليشيات الشيعية المرافقة له؟ نعم، هناك تم نقل 8 عناصر تابعة لقوات النظام أو شبيهة النظام إلى مشفى إسقلبية كانوا قد قتلوا خلال هذه الاشتباكات، بالإضافة إلى 23 قتيلا أيضا تم نقلهم إلى مشفى إسقلبية ومشفى السلمونة في مسياف، بالاضافه الى عدد من الجرحى تم نقلهم ايضا الى مشافي إسقلبية ومحرده. كانت هذه الانباء كانت مؤكده تماما، وايضا تم استهداف حاجز دير محرده بصواريخ الجراد ادى الى مقتل ضابط وعنصرين ضمن صفوف قوات هذا الحاجز. نعم فراس، ابقى معنا. اعود مره اخرى الى المقدم جميل رعدون، يعني ما هي خطط الثوار الان للتصدي للميليشيات الشيعيه التي يستقدمها الى حماه عبر مطارها العسكري؟
أختي الكريمة، طبعا نحن راصدين كل تحركات النظام وكافة الأعمال التي قد يقدم النظام عليها، واضعين بوجه هذه التقدمات خطوط دفاعية من خلالها يتم دراسة العدو والقيام بهجمات. نحن نتوعد إن شاء الله للنظام وللقوات الموالية للنظام بصد أي هجوم ممكن أن يقوم به هذا النظام، ونتوعده أيضا بالهجمات الأكثر فاعلية من ذي قبل إن شاء الله. والأيام المقبلة ستكشف للجميع ما قد تكشفه الأرض. طيب، النظام قام باستخدام تعزيزات عسكرية من ميليشيات شيعية وإيرانية، أنتم هل قمتم باستخدام أي تعزيزات عسكرية إلى هذه المنطقة؟ أختي الكريمة، نحن لسنا بحاجة إلى مقاتلين مثل حاجة النظام للمقاتلين من المقاتلين من حزب الله أو من المنظمات الشيعية. مقاتلين موجودون والحمد لله. البارحة تماما هناك بعض الفصائل التي ليس لديها الإمكانية لخوض هذه المعركة أو الاشتراك في هذه المعركة، أصبحوا يبكون لعدم قدرتهم على المشاركة في هذا العمل القتالي. إذا نحن لا تنقصنا الأشخاص ولا ينقصنا المقاتلين، إنما ينقصنا العدة والذخائر تحديدا. يعني المقاتلين موجودون لدينا والحمد لله، والسباقون نحن عندما يتم الإقدام على أي عمل ضد النظام يتم الاقتتال من يريد الاشتراك في هذا العمل، بين الاقتتال يعني الاقتتال الأخوي. نعم. فالكتلة البشرية موجودة والحمد لله، والمقاتلين الشجعان موجودين والحمد لله، إنما دائما حاجتنا للذخائر وللأسلحة. طب إذا أردنا الحديث عن مطار حماة العسكري، كيف هي الأوضاع هناك؟ كيف هي صورة المشهد؟ وهل من معارك تجري هناك؟ بالنسبة لمطار حماة العسكري، هذه الخطوط الدفاعية التي قام بتشكيلها النظام أبعدته حاليا عن دائرة الخطر الهجوم الأرضي. لا يمكن أن نطال مطار حماة العسكري حاليا إلا بصواريخ الجراد. معروف لدى الجميع أن مطار حماة العسكري الآن هو المطار الأقوى في سوريا جميعها، الأقوى لبعده عن الهجمات الأرضية المحتملة لدى القوات المعارضة إن شاء الله. إنما الأيام القادمة نحن هدفنا الوصول إلى هذا المطار، وسنبقى صامدين إن شاء الله ونعمل حتى الوصول إلى هذا المطار وتدميره بإذن الله. نعم، المقدم جميل رعدون قائد تجمع ألوية صقور الغاب من الريحانية، أشكرك جزيل الشكر، وأعود إلى مراسلنا من حماة فراس كرم بخصوص قصف طيران النظام الحربي على حماة وريف حماة. هل من جديد لهذا اليوم؟ وما هي أبرز المناطق التي تركز عليها هذا القصف؟ حقيقة أمير، اليوم لم يسجل أي قصف جوي في مناطق ريف حماة، لكن في البارحة تم استهداف عدة قرى في ريف حماة الشرقي بالطيران الحربي، ولكن بعد ساعات الظهيرة توقف الطيران الحربي بسبب كثافة الغيوم أو الأمطار. لكن اعتاد الريف الحموي الشمالي والشرقي على غارات يومية في حال كانت الأجواء صافية أو يسر على الطيران بالتحليق في أجواء ريف حماة الشمالي والشرقي. كانت حصيلة الشهداء والجرحى مع بداية هذا الشهر أكثر من 80 شهيد وأكثر من 400 جريح تعرضوا لهذه الإصابات بعد قصف الطيران الحربي بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية. كانت قد تركزت هذه الغارات الجوية وأيضا البراميل المتفجرة على مدينة اللطامة وكفر زيتا والزكاة في ريف حماة الشمالي، بالإضافة إلى الغارات الجوية التي استهدفت ناحية قرب بات وعدد من القرى، وكان من أهم هذه القرى قرية حمادي عمر، سقط فيها أكثر من 10 شهداء قبل حوالي أسبوع، وأيضا هناك شهداء بمناطق متفرقة من ريف حماة الشرقي. يحاول النظام
استهداف هذه المنطقة ليبعد تحركات جيش حر عن هذه المناطق حتى يشهد عليه، أو كما يحلل كما لدى الجيش الحر هناك تحليلات عسكرية. يريد النظام تصعيد العمل العسكري بحق الأهالي لحرف مسار الجيش الحر ليشهد عليه التقدم ودعم المقاتلين في المعارك الدائرة في ريف حلب. نعم، فراس كرم مراسل أورينت نيوز من حماة، شكرا جزيلا لك. سيطر مقاتلو تنظيم الدولة على حاجز سد حنورة بريف حمص الشرقي بعد اشتباكات عنيفة اندلعت مع قوات النظام المتمركزة في الحاجز الواقع على الطريق العام حمص تدمر شرق بلدة الفرقلس. مصادر ميدانية أوضحت أن تنظيم الدولة فجر سيارة مفخخة في الحاجز قبل بدء عملية اقتحامه، والتي انتهت بفرض مقاتلي التنظيم سيطرتهم على الحاجز وقتل 4 من عناصره على الأقل وإصابة 15 آخرين، في حين لاذ بقية العناصر بالفرار. كما تمكن مقاتلو التنظيم من تدمير دبابتين وعربة عسكرية واستولوا على كميات من الأسلحة والذخائر. ينضم إلينا محمد الحميد مراسل شبكة سوريا مباشر من ريف حمص، وأيضا محمد الحمصي عضو مركز حمص الإعلامي من ريف حمص. أهلا بكما. أبدأ معك محمد الحميد. تنظيم الدولة يسيطر الآن على حاجز سد حنورة قرب الفرقلس بريف حمص الشرقي بعد تفجير سيارة مفخخة. هناك تفاصيل لو تعطينا أكثر حول ما يجري هناك عن هذه العملية وعن نتائجها. تحية لك في البداية ولجميع السادة المشاهدين. نعم، قام اليوم تنظيم الدولة الإسلامية بالهجوم على حاجز سد الحنورة. هذا الحاجز الذي يعد قريب من مدينة الفرقلس، وهي ليس الاستهداف الأول لمحيط بلدة الفرقلس أو شركة الغاز ببلدة الفرقلس، إنما يعتبر خلال الشهرين الأخيرين الاستهداف الثالث للمنطقة، ودائما يكون الاستهداف عن طريق سياره يقودها استشهادي تابع للتنظيم، ثم يقوم بعمليه انغماس داخل الحاجز والسيطره على ما تبقى من الحاجز. حسب المعلومات الاوليه التي وصلتنا حتى هذه اللحظه من مصادر في تلك المنطقه، ان التنظيم استطاع ان يدمر دبابه بشكل كامل، ان يعطب عربة بي ام بي، وان يغتنم دبابه ومدفع، وبالاضافه الى عدد كبير من الذخائر. حسب المعلومات من قبل الناشطين في المنطقه ان هذا الحاجز يعتبر من الحواجز الكبيره في المنطقه، والعتاد الذي دمر في الحاجز دليل على انه حاجز ضخم. الحاجز يحتوي دبابتين وعربة بي ام بي ومدفع، بالاضافه الى عدد من الذخائر الثقيله والخفيفه الاخرى. هذا دليل على ان الحاجز يحتوي عشرات من جنود النظام، وهذا ما قال عنه المكتب الاعلامي لتنظيم الدوله التابع في مدينه حمص. قال انه قتل العشرات من عناصر النظام، في حين ان المعلومات الوارده من قبل الطرف النظام والموالين للنظام قالوا انهم 4 قتلى فقط، ولكن تنظيم الدوله استطاع ان يقتحم الحاجز بشكل كامل بعد تنفيذ عمليه استشهاديه والسيطره على كافه جوانب الحاجز واسلحته وعناصره. لا يوجد معلومات عن وجود أسرى داخل هذا الحاجز. نعتقد أن عدد قتلى النظام في الحاجز هو عدد كبير. الأهمية الاستراتيجية لهذه العملية تكمن بأن تنظيم الدولة يحاول دائما تشتيت فكر قوات النظام التي ركزت هجومها على منطقة حقل شاعر وجزل، واستطاعت خلال الفترة الأخيرة أن تتقدم باتجاه قرية جزل، ولكن التنظيم دائما يفاجئ قوات النظام بعمليات نوعيه مختلفه هنا وهناك لكي يشتت فكر هذا النظام، وخاصه النظام في هذه المره قد حشد اكثر من 2500 مقاتل جلهم من ميليشيات شيعيه من حالش او ميليشيا الرضا او ميليشيا رخيه، حشدها في منطقه شاعر لكي يقتحم هذه المنطقه ويسيطر عليها بشكل كامل. وهذا ما استطاع التنظيم خلال العشرة أيام الأخيرة أن يمنع هذا الأمر ويمنع النظام من التقدم. وحتى هذه اللحظة أعداد قتلى النظام كثيرة في المنطقة، وصلتنا معلومات بأن حي العباسية وهو حي شيعي في مدينة حمص قد هي منذ حوالي 3 أيام 18 قتيلا فقط في هذا الحي. والمصادر التي زودتنا بهذه المعلومات قالت أن جميع أحياء حمص كان لها موعد مع التشييع، واصبح التشييع من منطقه شاعر تقريبا شبه يومي،
حيث أن قوات النظام تقوم بتشييع عدد من القتلى في حقل شاعر في مدينة حمص، وهذا ما رصده الناشطون. طيب ابقى معي محمد الحميد، دعني أتوجه إلى محمد الحمصي بخصوص صورة الوضع والاشتباكات في مناطق جبل الشاعر وجحار وجزل. نعم أسعد الله أوقاتكم، أهلا بك. تحياتي لك أختي الكريمة وللسادة المشاهدين وضيفك الكريم. نعم حقيقة المعارك على أشدها هناك، يعني حقيقة بعد أن خفت وتيرة المعارك التي يخوضها تنظيم الدولة ضد نظام الأسد المدعوم بعدة ميليشيات يعني شيعية وعلى وحتى من عناصر الدفاع الوطني، فإن المعارك عادت لأشدها ضد قوات النظام. التنظيم الآن يخوض المعارك كالكر والفر. هذه العملية كانت يعني حقيقة أحد العمليات التي قسمت ظهر النظام في هذه المنطقة لما يحتويه هذا لما تحتويه هذه المنشأة أو هذه هذا سد على يعني العديد من الأسلحة والذخائر التي يستعملها لقصف المناطق في الريف الشرقي. حقيقة الغنائم وحتى الدبابات والعربات التي سيطر عليها النظام ستستعمل بشكل أكيد ضد يعني حقيقة ضد النظام وميليشياته. نكهة المعارك التي يخوضها التنظيم مختلفة تماما عن المعارك التي يخوضها يعني في المناطق الشمالية في سوريا أو غيرها. تنظيم الدولة هنا في مدينة حمص يعني حقيقة لها الخاصية الأولى أنها يعني التنظيم الوحيد الذي يقاتل ضد قوات النظام في الريف الشرقي بعد يعني انعدام تقريبا او يعني بشكل كبير انخفاض وجود الجيش الحر او الفصائل الاسلاميه بشكل كبير يعني داخل الريف الشرقي. تنظيم الدوله الان يعني حقيقه هو الشعره الحقيقه رغم عدده القليل ويعني تواجده يعني المتفاوت داخل الريف الشرقي الى انه يكبد النظام. طيب يعني هناك ايضا ناشطون ذكروا قبل ايام بان تدمر باتت معسكرا للميليشيات الايرانيه الشيعيه، ما هي المعلومات المتوفرة لديك حول هذا الموضوع؟ حقيقة قمنا بإجراء عدة دراسات وتحقيقات من داخل تدمر عن ما تقوم به إيران من إدخال العناصر الشيعية إن كانت عراقية أو لبنانية أو حتى أفغانية يعني بالدرجة الأولى، عناصر آسيوية بشكل كبير يعني تم إدخاله عن طريق إيران. إيران الآن بعد مساعدة من الخونة الذين يدعون بلجنة المصارحة الذين لا يمتون للمعارضة بصلة، هم من وضعهم النظام من علماء دين أو غيرهم من يعني وزير الآثار السابق أو غيره مدير الآثار في مدينة تدمر، خرجوا عبر طائرات الجو السورية إلى طهران وعادوا برفقة العديد من الخبراء العسكريين والخبراء اللوجستيين إلى مدينة تدمر. مدينة تدمر الآن يعني حقيقة عدة نقاط تم السيطرة عليها، القلعة الأثرية التي باتت مرصدا لوجستيا هاما يقدم الدعم لقوات النظام عبر مراصد مرتفعة جدا، مشفى تدمر الوطني تم السيطرة عليه وحتى يعني منع دخول لأوقات معينة منع دخول للمواطنين، فقط يستقبل الجرحى القادمين من النظام أو الميليشيات التي تقوم بتصاب ضد معارك تنظيم الدولة. يعني حقيقة هذا الأمر قدمنا نحن بيانا للأمم المتحدة وطالبنا فيه لأنها تدمر أرضية خصبة قد تصبح منطلقا للإرهابيين في الأيام القادمة. قدمنا طلب للأمم المتحدة وطلبنا تحويل ملف إيران وتدخلها في مدينة حمص حصرا لمجلس الأمن واعتبارها دولة تصدر الإرهاب وتدعم إرهاب بشار الأسد. نعم. يجب المحاكمة ويجب تقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية. نعم محمد الحمصي عضو مركز حمص الإعلامي من حمص، شكرا جزيلا لك. أعود إلى محمد الحميد، وصورة الوضع في ريف حمص الشمالي كيف تبدو الآن؟ في ريف حمص الشمالي اليوم قامت قوات النظام بقصف مدينة الحولة بعدد من قذائف الهاون والدبابات انطلاقا من بلدة القبو وأيضا بلدة مريمين التي تقعان شرق وغرب هذه المنطقة. حتى هذه اللحظة لا يوجد أنباء عن وجود إصابات في نتيجة هذا الاستهداف، وللتذكير أن مدينة الحولة تقصف بشكل يومي بالرشاشات الثقيلة المتمركزة في قرية كفرنان والتي تحاول من خلال هذه عمليات الاستهداف لهذه المنطقة قطع الطريق الموت الوحيد الذي يربط منطقة الحولة ببقية مناطق ريف حمص الشمالي بالرسن وتلبيسة. اليوم بشكل عام قوات النظام لم تستطع استخدام حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها معكم استخدام الطيران الحربي أو المروحي في قصف مناطق ريف حمص الشمالي والتي تقصف كانت بشكل يومي، والسبب في ذلك هو أن تتعرض مدينة حمص في هذه الآونة لرياح شديدة تمنع
عمليات الإغارة أو عمليات الطيران المروحة التي تغير على هذه المنطقة. ولكن الميليشيات الشبيحة المتواجدة في المشتقات الأشرفية وفي كثيرة الهندسة شمال مدينة الرسن قامت بقصف منطقة الرسن وتلبيسها بعدد من قذائف الفوزديكة المتمركزة في كثيرة الهندسة وفي أيضا قرية المشتفى المجاورة لمدينة تلبيسة. رد عليها الجيش الفردي استهداف هذه المناطق بعدد من الصواريخ المحلية الصنع. نعم محمد الحميد مراسل شبكة سوريا مباشر من حمص، شكرا لك. فاصل قصير ابقوا معنا. وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك. لا تنسى من يطلبون السلام، من لم يجد حيزاً للمنام، من فقدوا حقهم في الكلام. قل ليتني شمعة في الظلام. هنا سوريا. أنا من هنا ولست هناك ولست هنا. سيطر تنظيم الدولة على قرية العنبة ومناطق أخرى في محيط تلتمر بريف الحسكة بعد اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردية أدت إلى مقتل العشرات من عناصر الأخيرة. من جهتها قامت قوات النظام والمقاتلون الأكراد باستهداف مواقع للتنظيم في قرية صباح الخير دون ورود أنباء عن وقوع خسائر، في حين شنت وحدات الحماية حملة اعتقالات واسعة في مدينة رأس العين طالت 135 شابا بهدف سوقهم إلى الخدمة العسكرية. معنا مجد العبيدي الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية من الحسكة، أرحب بك مجد. إذن التنظيم سيطر على قرية العنبة بالإضافة إلى مناطق أخرى في محيط تلتمر، بداية ما جديد هذه المعارك هناك وفي رأس العين وأيضا في عموم مناطق ريف الحسكة؟ نعم، التنظيم شن هجوم جديد منذ ليلة أمس على مدينة تلتمر، حيث هاجم المدينة من الجهة الشمالية والجنوبية، ووصل إلى أطراف الأحياء الجنوبية في مدينة تلتمر. نعم. وأيضا من الجهة الشمالية دخل إلى حي الحمراء بعد سيطرته على قرية أم الكيف والسكر الحمر باتجاه الشمال الغربي من المدينة، وضيق الخناق بشكل كبير. طبعا الاشتباكات منذ الساعة 10 ليلا حتى الصباح، وفي وإلى الغرب قليلا في بلدة المناجير ومحيطها تجددت الاشتباكات في الساعة 7 صباحا ومستمرة. نعم. إلى الآن انتقلت إلى مجرى الخابور ذاته، والآن الخابور فقط هو الذي يفصل بين مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي في قرية الاثنان وعناصر تنظيم الدولة في. نعم. القرى المقابلة التي سيطر عليها، وكما ذكرتم العنبة والعمير والطولان، وأيضا هناك قصف صاروخي من بعض المواقع مثل الطويلة وغيرها باتجاه قرية الصالحية على طريق رأس العين تلتمر. أيضا بالنسبة للجبهة الغربية وقرية الخنزير. نعم. هناك بعض العناصر المحاصرين فيما يسمى البرج في تلة قرب قرية الخنزير، يحاول عناصر تنظيم الدولة استهدافها بالقذائف، وأيضا ترد
عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي بقصف القرى القريبة مثل الراوية وتل خنزير بعد استطار التنظيم عليها. ويجب الإشارة إلى أن قرية تل خنزير كانت مستودع كبير للأسلحة، كانت هذه الأسلحة كانت تكفي عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي للمقاومة في حال الحصار إلى أكثر من شهرين كاملين. نعم طيب، مستودع ضخم من الأسلحة. طيب مجدي، يعني ماذا عن قصف مقاتلات التحالف للمنطقة؟ هل شهدت المنطقة اليوم أي غارات جوية؟ إلى الآن لم تردنا، إلا أن هناك انفجارات طبعا قوية لكنها لا ترقى إلى ما نسمعه في حال قصف طائرات التحالف. هي غابت منذ أسبوع تقريبا، لم تقصف إلا في كبيبة ومناطق جبل عبد العزيز منذ أكثر من 3 أيام، وبالتالي غابت بشكل كبير بعد أن يبدو أن التحالف رأى بأن من يستفيد من هذه الغارات قوات النظام، حيث توسع باتجاه منطقة جبل عبد العزيز من الغرب وأيضا من الشرق. سيطر على أكثر من 30 قرية وبدأ يتمدد في منطقة تل حميس في المناطق التي كان من المفترض أن عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي هم من يسيطرون عليها. نعم مجد، نكتفي بهذا القدر. مجد العبيدي الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية من الحسكة، شكرا جزيلا لك. اتهمت منظمة أطباء بلا حدود قوات النظام بمقتل أكثر من 600 طبيب وعامل في المجال الطبي خلال 5 سنوات من عمر الثورة السورية. وقالت المنظمة إن قوات النظام تستهدف المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي بشكل منظم. وأضافت في تقرير لها أن 610 من العاملين في المجال الطبي قتلوا في السنوات الخمس الماضية، من بينهم 139 تعرضوا للتعذيب أو أعدموا ميدانيا. أغلقت الهيئة الطبية في عرسال أبوابها يوم أمس في وجه آلاف اللاجئين السوريين الذين كانوا يقصدونها يوميا، وذلك بسبب توقف الدعم عنها من عدة أطراف عدا عن التشدد الأمني لدخول موادها الطبية إلى البلدة اللبنانية الحدودية التي تعتبر منطقة عسكرية. بظل غياب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الطبية الدولية والمحلية على الحدود السورية اللبنانية، أعلنت هيئة الأطباء السوريين داخل بلدة عرسال عن إغلاق قسم العيادات وقسم الصيدلة وقسم الضماد حتى إشعار آخر، وذلك بسبب عوائق مادية تواجهها الهيئة منذ معركة عرسال التي دارت رحاها خلال شهر آب أغسطس المنصرم. هذا وتخدم الهيئة الطبية ببلدة عرسال الحدودية ما يزيد عن 100,000 لاجئ، جلهم من الأطفال والنساء والمسنين من مدينة القصير حمص وريفها بلدات القلمون، إضافة إلى مواطنين لبنانيين قاطنين في البلدة. ويعمل فيها قرابة 30 موظفا من أطباء وممرضين ومستخدمين. يذكر أن الهيئة ذات دعم محلي وكادرها سوري، وأن الأطباء العاملين بها ساهموا في مساعدة أشقائهم منذ اندلاع الثورة أثناء تواجدهم في مدن القصير ويبرود، مما يمنعهم من الدخول إلى لبنان والبحث عن وظائف لهم. ناشطون سوريون أعربوا عن خطر توقف عمل هذه العيادات وناشدوا الداعمين وأنذروا بأنه ما إن طالت مدة توقف هذه الهيئة عن دورها الإنساني الهام على الحدود فسوف تتفشى الأمراض بين النازحين بشكل أكبر مما هو عليه الآن، خاصة أن المنطقة لا يوجد فيها أي نقطة طبية تتبع للسلطات اللبنانية أو للصليب والهلال الأحمر الدوليين. علاوة على ذلك فالبلدة حدودية وباتت منطقة عسكرية لا تدخلها أي منظمة طبية أو إغاثية. لتفاصيل أكثر معنا حسام زيدان عضو اتحاد أحياء حمص من عرسال، وأيضا الدكتور قاسم الزين رئيس الهيئة الطبية في عرسال من عرسال. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور قاسم، الهيئة الطبية في عرسال أغلقت أبوابها يوم أمس في وجه آلاف اللاجئين السوريين الذين كانوا يقصدونها، بداية ما هي الأسباب الوجيهة لذلك؟ السلام عليكم. أهلا بك. السبب الرئيسي هو فعلا وقف التمويل وصعوبة إدخال الأدوية إلى مدينة عرسال. هي المدينة محاصرة
ولا يوجد أي دعم من قبل لا الحكومة السورية ولا الائتلاف ولا الجمعيات ولا الدول، ونحن نحمل حمل كبير جدا، يعني 800 مريض تقريبا باليوم براجع العيادات، هذول كل الخدمات كنا نقدمها مجانا، الأدوية والتحاليل والأشعة، بالإضافة إلى وجود مشفى وقسم غسيل كلي، هذا عبء كبير علينا. كانت بعض المنظمات منذ الشهر العاشر لم يقدم لنا أحد إلا بعض الناشطين اللي بيقدموا بعض المساعدات اللي هي غير كافية الحقيقة. نعم. طيب دكتور، يعني ألم يكن هناك أي حل آخر سوى إغلاق الأبواب في وجه اللاجئين السوريين وهم بأمس الحاجة لهذه الخدمات التي تقدمونها؟ الحقيقة نحن بقينا المشفى والحالات الإسعافية عم نستقبلها حتى الآن، لكن العيادات يعني حاولنا أن تكون هي صرخة. نحن نادينا كل المنظمات وكل الجمعيات لمتابعة التمويل ومدنا بالأدوية وبالمستهلكات، لكن ما حدا يرد علينا، فلجأنا لهذا الأسلوب، يعني آخر شيء حتى يلتفت الناس إلينا، يلتفت الجمعيات، ممكن صرخة للحكومة المؤقتة أو للائتلاف أو للمنظمات الثانية حتى يرجعوا يساعدونا، حتى نحن نقدر نساعد الناس ونوقف معهم ونعالجهم إن شاء الله، لأنه الحقيقة 800 مريض يعني ما حدا بيحمل هالحمل الثقيل. طيب دكتور قاسم، أنت ذكرت بأنكم يعني حاولتم الاتصال بالائتلاف، فلم تتلقوا حتى الآن أي وعود تدعمكم أو تقدم لكم أي مساعدات؟ الحقيقة تلقيت جواب كثير من أحد أعضاء الحكومة أنه نحن الحكومة مفلسة وراح تسكر أبوابها مثلكم، فهذا كان جواب الحكومة. وبعدين في أحد معاون الوزير وحولني، قال لي راح نحولكم على وحدة تنسيق الدعم. طبعا وحدة تنسيق الدعم نحن عم نراسلها كل يوم وبتعرف حالنا، ويعني حالي الحقيقة يرثى لها. طيب بالنسبة لمفوضية اللاجئين الحكومة اللبنانية، هل حاولتم التواصل معهم؟ هل حاولتم الاتصال بأي مسؤولين، أي جهات معنية بخصوص الوضع الذي تمرون به؟ الحقيقة نحن على تواصل دائم مع كل هذه المنظمات، لكن هن ممكن يقدموا مساعدات بسيطة بس ما بيشيلوا هذا الحمل الكبير، ممكن يساعدوا بعلاج بعض المرضى. الحقيقة المشكلة الكبيرة حتى صارت عند اللاجئين هن انه الأمم المتحدة مثلا لما بنحول مريض لعمل جراحي او لقسطرة قلبية او لهذا، هن بتكفلوا احيانا ب 75%، بيبقى ال 25%، لكن هي حتى هي ال 25% تطلع مبالغ باهظة، يعني الناس ما بيقدروا يدفعوها، ولذلك كمان بيلجؤونا، مما هذا اللي ساهم بأنه نحن ننهي كل مدخراتنا المالية والدوائية. نعم الدكتور قاسم الزين رئيس الهيئة الطبية في عرسال، من عرسال شكرا جزيلا لك. وأنتقل إلى حسام زيدان عضو اتحاد أحياء حمص من عرسال، لو تخبرنا أكثر عن صورة الأوضاع الصحية بالنسبة للاجئين السوريين في عرسال، وهل من أمراض معينة متفشية أكثر من غيرها هناك؟ نعم، تحياتي لك سيدتي الكريمة. الجدير بالذكر أن بلدة عرسال اللبنانية تقع على الحدود السورية اللبنانية وتحوي أكثر من 100,000 لاجئ سوري مهجرين من مناطق سورية عديدة، منهم من ريف حمص وأيضا من منطقة ريف دمشق، منطقة القلمون. الموضوع الطبي هو موضوع مهم جدا، وعدم توفر تواجد فرض صحي في بلدة عرسال اللبنانية، هذا الأمر يؤدي إلى تكاثر الأمراض بين اللاجئين السوريين. طبعا هناك أمراض عديدة بدأت تنتشر في صفوف اللاجئين السوريين. الجدير بالذكر كما ذكر الدكتور قاسم الزين منذ قليل أن الهيئة الطبية تستقبل بما يقارب ال 15 إلى 20 ألف مريض شهريا، أي بما يعادل يوميا هناك 150 مريض يتوافدون إلى الهيئة الطبية المتمثلة بعدة عيادات، منها الجلدية والقلبية والنسائية والأطفال وعيادة الأسنان أيضا. توقف الدعم عن الهيئة الطبية هو أمر كان كارثة فعليا، وعدم دخول المنظمات الدولية أيضا إلى عرسال هذا أمر أيضا خطير وأكثر من إغلاق الهيئة الطبية. يعني نحن الآن لا نرى موضوع الصليب الأحمر أو المنظمات الدولية أو تدخل إلى منطقة عرسال، بالإضافة إلى توقف الدعم من المنظمات الدولية على اللاجئين السوريين. الموضوع المهم أن الدواء في لبنان هو غالي جدا على اللاجئين السوريين، وبعض خصم 15
دولار من 15 دولار من قبل المنظمة المفوضية للاجئين السوريين عن طريق كارت التغذية، فهذا أمر أيضا مهم جدا. يعني الآن اللاجئ السوري هو لا يستطيع أن يؤمن المأكل له حتى يستطيع أن يؤمن الدواء لأطفاله أو للنساء أو الرجال. نعم، إذن حسام زيدان عضو اتحاد أحياء حمص من عرسال، شكرا جزيلا لك. الرابعة انتهت، وإلى العناوين. بعد تحرير قرية وجبل دورين، ثوار اللاذقية يقصفون معاقل النظام في المناطق الموالية. هجوم مباغت على حواجز النظام بريف حماة الشمالي، ومشافي المدينة تمتلئ بالقتلى والجرحى. تنظيم الدولة يسيطر على حاجز سد حنورة في الفرقلص بريف حمص بعد استهدافه بسيارة مفخخة. أطباء بلا حدود تتهم النظام بقتل 600 طبيب في سوريا، وهيئة عرسال الطبية تتوقف عن العمل. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني orientationnews.net. إلى اللقاء.